الحقيقه اتفرجت على فيديو الاستاذ احمد سعد زايد وانا كنت بعتبر الاستاذ احمد من المثقفين الى ان اتفرجت على هذا الفيديو اللي بيتكلم فيه عن ثقافه حمل السلاح في امريكا وما يسميه انتهازيه اليمين الامريكي وبيقول انه راح تكساس وسال اصحابه العرب وغير العرب عشان ما يتكلمش زي الجهلاء على حد تعبيره طبعا انا اتفرجت على الفيديو عبارة عن 45 دقيقه من الحري انا ما استفدتش منه ولا كلمه الاستاذ احمد ما بذلش مجهود بربع جنيه عشان يبحث الموضوع اللي بيتكلم فيه هو نقل اكلاشيهات بتتقال في الاعلام وما بذلش اي مجهود مع انه هو يعني بيسموه الباحث والكاتب والباحث متهيألي المفروض يبحث وينقل الرأيين فهو ما نقلش غير رأي واحد رأي اليسار التقدمي اللي مسيطر على الإعلام طبعًا في أمريكا والسوشيال ميديا والحقيقه إن هو استفزني جدًا لما قال إن ما, بي... ما بيساندش حق حمل السلاح في أمريكا غير الإرهابيين والمجرمين. طبعًا أستاذ أحمد واضح إن هو ما يعرفش أي حاجه عن المجتمع الأمريكي ولما هو اتكلم عن موضوع أنا عايشه و... ودرسه كويس شفت الحقيقة مدى الضحالة فده خلاه يسقط من نظري تماما لأن هو لما كان بيتكلم في التاريخ الإسلامي أو في الفلسفة رغم أن أنا قارئ ناهم للفلسفة أنا ما براجعش وراه لأن أنا كنت بعتبره أنه راجل مثقف وبخلاف أن أنا عمري بتفرج لفيديوهاته للآخر لأنها طويلة جدا لكن لما اتكلم في الموضوع ده وشفت المنهجية بتاعته في الكلام وفي البحث وفي طريقة التناول الموضوع الحقيقه الراجل سقط من نظري تماما. وانا هحاول اكون موضوعي وما شخصنش لان هو استفزني جدا بموضوع ان اللي بيساند حق حمل السلاح هم الارهابيين والمجرمين في امريكا. طبعا هو بيقول في الفيديو في عنوان الفيديو انتهازيه اليمين الامريكي، انا الحقيقه دورت ايه ايه هي الانتهازيه ما فهمتش في الفيديو بيتكلم عن ايه بالظبط. طبعا هو ما يعرفش ان اكتر من خمسين في الميه وفقا لموقع بيو ريسيرش بيسندوا حق حمل السلاح طبعا الاستاذ احمد بيقولنا ان الدستور الامريكي ليس صالح لكل زمان ومكان وده الحقيقه اسقاط مش في محله معرفش مين اللي قال ان الدستور الامريكي احنا بنقول انه صالح لكل زمان ومكان آه طبعا ده اسقاط ومفهوم جدا الاسقاط ده لكنه في غير محله آه الدستور الامريكي قابل للتغيير وعشان كده في الفيرست امندمنت والسكند امندمنت التعديل الاول والتعديل الثاني محدش قال انه صالح لكل زمان ومكان لكن في قيم امريكيه اتحطت من الاباء المؤسسين هي دي اللي احنا متمسكين بيها كيمين محافظ الدستور لو معظم الناس كانت عايزه تغيره اكتر من 60% هيتغير كل الحكايه ان اليسار التقدمي والاعلام بتاعه والسوشيال ميديا اللي مسيطر عليهم صوته عالي رغم ان هو لا يعبر عن المجتمع الامريكي وبعد 45 دقيقه من الهاتش نكتشف ان الاستاذ احمد هدفه النهائي من كل ده ايه ان هو يتكلم عن الاسلاميين ويشتم شويه في الاسلاميين فقال لك عشان أعمل توازن أشتم اليمين الأمريكي، يعني مين هيطلع يرد عليا من اليمين الأمريكي؟ أو على حظك أنا شفت الفيديو وطلع أرد عليك، والفيديو ده هقول وجهة النظر الثانية اللي أنت كان مفروض تذكرها، الحقيقة الفيديو ده مش هدفه إن أنا أعمل مشاهدات على قفل الأستاذ أحمد سعد، لأن هو الجمهور بتاعه مش كبير، وأنا حاطط لكم اللينك بتاع الحلقة في الأول في الديسكريبشن عشان تتفرجوا عليه وتعملوا له انتوا مش تعملوا مشاهدات يعني رغم ان احنا قناه لسه جديده وصغيره طبعا عشان نفهم السبب اللي في الدستور الامريكي في حمل السلاح والتمسك بحمل السلاح كحق من حقوق المواطن الامريكي الملتزم بالقانون والدستور لازم نفهم هو الموضوع ابتدى ازاي عشان نفهم لازم نرجع للتاريخ امريكا اتاسست ازاي أمريكا تأسست بمجموعة من المهاجرين سابوا أوروبا معظمهم جايين من أوروبا طبعًا زهقانين وقرفانين من الملكية والإقطاع وتحكمات الحكومات والإضطهاد الديني وعشان كده جم الأرض الجديدة عشان يعيشوا أحرار ومع الوقت إذ بالملك جورج بتاع إنجلترا يكتشفوا إن بعد ما هم راحوا الأرض الجديدة عشان يبقوا أحرار اكتشفوا انهم بيشتغلوا ويزرعوا في الاخر يبعتوا ضرائب للتاج الملكي فقامت الاستقلال الامريكي وبالتالي المواطن الامريكي الاصلي فكرة الحكومة في رأيه في, في نظره مرادفة للشر ولذلك الامريكي الاصلي بيرى ان افضل حكومة هي اصغر حكومة واحسن ضرائب هي اقل ضرائب ليه؟ لان في العقلية الأمريكية وفي السايك الأمريكي الحكومة كيان استبدادي ما قدرنا نصغره ويقل تأثيره علينا يبقى كويس ايه علاقة ده بقى بحمل السلاح علاقته أن الشعب المسلح لا يمكن الاستبداد به تخيل كده لو في الصين في شنغهاي أما قفلوا على الناس وحبسوهم لو كان الناس دول شعب مسلح اكيد الحكومه كانت هتعمل الف حساب ليه مش هتقفل عليه زي الفراخ وتطلع له طيارات مسيره تقول له حاول تسيطر على مشاعر احساسك بالحريه واسكت الشعب المسلح لا يمكن الاستبداد به سبب تاني هو سبب جغرافي امريكا مش زي اوروبا ومش زي دول الشرق الاوسط امريكا عباره عن قاره الاماكن العمرانيه فيها اماكن متناثره والمسافات طويله جدا انا عشان دلوقتي لو عايش في مزرعه وهجم عليا مجموعه من المجرمين هتصرف ازاي هطلب 911 هطلب البوليس طب البوليس بيجي بسرعه بس لو بلا ما يجي هعمل ايه بلاش لو انا في مكان نائي لو انا في مكان في وسط مدينة كبيرة في البنزينة وطلع عليا واحد بمسدس لو انا شخص معايا سلاح هيبقى قدامي احدى اتنين اوبشنز اما ان اقاوم او استسلم واديله اللي هو عايزه لكن لو انا معيش سلاح يبقى انا ما عنديش غير اوبشن واحد بس ولان المسافات هنا كبيرة فاحنا كمواطنين بنلتزم بالقانون والدستور من حقنا ان احنا نحمي نفسنا ونحمي اسرتنا ونتمسك بحقنا في حمل السلاح السبب الثالث سبب اجتماعي الشعب المسلح شعب مؤدب تخيل لو اللي قتل نيره كان عارف ان ممكن يبقى معاها سلاح وده وضع طبيعي جدا الستات هنا بتشيل سلاح تخش السوبر ماركت تلاقيها معلقه مدفع رشاش في كتفها عادي يعني على حسب طبعا الولايه في ولايات بتبقى اوبن كاري يعني تشيل السلاح في صوره ظاهره وفي كونسيلد كاري يعني تبقى مخبيه على حسب فتخيل لو هو عارف ان هي ممكن يبقى معاها سلاح او ناس كتير في الشارع هيبقى معاهم سلاح اكيد كان هيراجع نفسه اكتر من مره طبعا انا متفهم تماما وجهة النظر الأخرى ومتفهم ومتعاطف مع أي أب وأم خايف إن ولاده يرجعوا له جثة هامدة من المدرسة لكن الحقيقة سحب السلاح من أيادينا مش هو اللي هيحل المشكلة لسبب بسيط جدا إن سحب السلاح معناه إن أنت بتسحب السلاح من أيادي الناس المحترمة التي تلتزم بالقانون والدستور بينما مش هتقدر تسحبه من ايد المجرمين لان المجرم ما بيشتريش سلاح بصوره شرعيه، المجرم بيشتريه من السوق السوداء. واحنا عندنا الحدود الجنوبيه مساحه شاسعه جدا وكل انواع اللي يخطر على بالك والذي لا يخطر على بالك بيخش منها، تهريب بشر، مخدرات، سلاح، كل حاجه. فاذا نزع السلاح ليس هو الحل. لو كان الحل كانت الجرائم السلاح في نيويورك وكاليفورنيا اللي هم ولايات زرقاء يسار تقدمي يعني في اقصى الطرف كانت اختفت لكن مش ده الحقيقه. طيب لو كان منع حمل السلاح هو اللي بيقلل الجريمه طيب البنت اللي اتقتلت في الاردن بالرصاص هل ده منعها؟ منع ان الجريمه تحصل؟ اشك. طبعا في واحد ممكن يرد عليا ويقول لي لا انت كلامك غلط. انت ازاي بتقول الشعب المسلح لا يمكن الاستبداد به طب ما في دول زي اوروبا مش مسلحين وبيستبدش بيهم بس الحقيقه ان تاريخ اوروبا وال... والسايكولوجيه الاوروبيه مختلف اوروبا مجموعات من البشر متجانسه مشتركه في الثقافه وفي التاريخ وهم وصلوا بعد كثير من الحروب الاهليه والى نوع من التحضر يخليهم بشكل معين، ده لا ينطبق على امريكا بأي حال من الاحوال، امريكا خليط كبير جدا من البشر بيجي لها ناس من كل حته بيجي بيجوا بالحلو بتاعهم وبالوحش بتاعهم، الى جانب زي ما قلت المسافات هنا شاسعه، بل ان من لما بتشتري بيت بيفرجك السمسار على اهم حاجه اماكن التخزين، فكره التخزين فكرة أمريكية هنا ما بنجيبش بالموزة أو المستين زي في أوروبا لأن أنت في أوروبا أو في مصر بتنزل تحت بيتك للبقال هنا المسافات كبيرة فأنا مش هخبط مشوار في ظل الدايرة اللي كلنا مربوطين فيها شغل 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 وأروح أشتري كيس رز صغير لا أنا هجيب كيس رز كبير عشان ما أروحش تاني فالمسافات هنا كبيرة في واحد برضو ممكن يقول لي ازاي انت بتقول ان الـ الـ الشعب المسلح شعب مؤدب رغم ان نسبه الجريمه في امريكا بالمستوى ده وده كلام منطقي الحقيقه هنا بقى الموضوع ملوش علاقه بالسلاح ومفروض السؤال هو ليه نسب العنف في امريكا كبيره؟ السبب الاولاني انا قلته من شويه ان امريكا خليط من البشر بثقافات مختلفه وكل واحد بيجي بفساده ومشاكله السبب الثاني والاهم ان معدلات الجريمة ارتفعت وخاصة بعد البناديميك بعد الكوفيد وطبعا اللي هيدور على الاحصائيات مش هيلاقي بس ان الجريمة ارتفعت لا معدلات الانتحار اتضعفت كذا مرة معدلات استخدام المه... المخدرات زادت فاذا السؤال الاصلي مفروض يتسأل هو ليه العنف في حالة ازدياد في المجتمع الامريكي هو ده اللي يتبحث الماس شوترز اللي هم بيخش يقتل ناس كده عشوائي في مدرسة في كنيسة في سوق في اي حاجة ده مش بيقتلهم عشان هو وصل للسلاح هو هيوصله في جميع الاحوال والحل مش ان انت تنزع السلاح من ايدي وسيكولوجية الشخص اللي بيعمل هذا العمل هتلاقيه حاطط انا على مدار ساعه ونص جوردن بيترسون ومن هو جوردان بيترسون عالم نفس وطبيب معاصر من اشهر الناس الحاليين بيحلل لك في سيكولوجيه الماس شوترز ملهاش اي علاقه بامتلاك السلاح خالص واذا كان الاستاذ احمد بيتكلم عن انتهازيه اليمين الامريكي فالحقيقة ان اليسار التقدمي الامريكي هو اللي عنده انتهازية وعاوز يستغل اي فرصة عشان يدجلنا وينزع السلاح منه لان هم somewhere deep inside كده في مكان ما في جوه في نفسيتهم هم معجبين جدا بالنموذج الصيني لان اليسار التقدمي هم مجموعة من الجلوبالستس العولميين اللي انا اتكلمت عنهم يمكن في الحلقة اللي فاتت وهنبقى نفرد لهم حلقة لوحدها نتكلم عنهم هو نفسه ان يبقى عنده عبيد كتير ومحدش بيفتح بقه ومحدش بيعترض وعشان كده هم بيحبوا المهاجرين اللي من دول تانية ما فيهاش ثقافة الحرية ما فيهاش ثقافة حمل السلاح عشان يجي يمشي جنب الحيط يشتغل ويسمع الكلام وهو بقى ده النموذج اللي هم معجبين بيه. إلى جانب إن عمليًا كلنا عارفين وبيتقال في الإعلام إنه لا يمكن عمليًا سحب السلاح. لأن في عدد قطع سلاح في هذه البلد أكبر أضعاف عدد السكان، عدد البشر. إيه هو الجهاز اللي هيقدر يعمل كده؟ هتخش بيت بيت تقعد تدور؟ ده بفرض إن ده قانوني ودستوري. مفيش الكلام ده. وكمان بيتقال في الاعلام صراحة ان سحب السلاح هيؤدي مباشرة الى حرب اهلية الكلام ده مش سر لان احنا فاهمين هم عاوزين يسحبوا السلاح ليه ومع ذلك انا متعاطف مع وجهة النظر التانية ومتفهم موقفهم وذكرتها اهو عشان احاول اكون موضوعي مش زي الاستاذ احمد بالنسبة لل بيقول الاستاذ احمد ان الدستور مش صالح لكل زمان ومكان يا ترى لو كان عايش في بريطانيا لسه هيقول برضو ان الملكيه البريطانيه غير صالحه لكل زمان ومكان وانها حاجه يعني اوبسليت بقى دي المفروض تتلغي يا ترى هنشوفه بيعمل حلقه عن الملكيه البريطانيه ان الغوها بقى يعني الملكيه دي حاجه قديمه يعني متخلفه يعني ولا ده مش هيحصل اتمنى ان انا اشوف حلقه بالشكل ده عموما احنا بنشكر الاستاذ احمد على ان هو خايف على مصلحة المواطن الامريكي واقول له ما تقلقش المواطن الامريكي ادرى بمصلحته لو كان معظم الامريكيين عايزين انهم يغيروا الدستور الدستور هيتغير لانه مش صالح لكل زمان ومكان زي ما انت قلت محدش ابدا قال كده دي اسقاطات احنا ملناش دعوه بيها خالص اسقاطات تنفع مع الجمهور بتاعك اللي احنا كلنا عارفين النوع بتاعه. انما واذا كنت خايف على مصلحه المواطن الامريكي لازم تسال وتتساءل العنف ليه في ازدياد؟ لان العنف بس مش بالسلاح لا، في جرايم كتير واحد بيبقى واقف في واي في مترو الانفاق وبيجي واحد من ورا والمترو جاي يروح زقه المترو يفرمه. هتعمل فيه ايه؟ هنلغي الصابوي؟ طيب وجرايم السلاح الأبيض هنعمل ايه نسحب بساكين من المطابخ؟ بالتأكيد لأ، فاحنا بنشكرك على اهتمامك وأتمنى إن انت تهتم بالشأن المصري أكتر وتكلمنا عن مشاكل الديون في مصر مثلا بدل ما انت رايح آخر الدنيا عشان تكلمنا عن مشكلة حمل السلاح وتحقق انتصار رخيص على حساب اليمين الأمريكي اللي انت كنت متوقع إن مفيش حد هيرد عليه منه. لكن على حظك ادين شفت الفيديو وبرد عليك طبعا انا شفت لك فيديوهين تانيين عن الإجهاض وال والانسانيه نفس الريدريك بتاع الملحدين الجدد اللي من الجمهور بتوعك و الموضوع ما يستاهلش ان ارد عليه وان كنت هعمل حلقه عن الانسانيه ومفهوم الانسانيه اللي انتوا عمالين تتشدقوا بيه بدون لما بتشرحوا للناس هي ايه هي كلمه انسانيه دي بالظبط أشكركم وأشوفكم في حلقة جاية